ودفاع من مصر التأمين مان تو مان، فريقين بيلعبوا مان تو مان، وجابي محترف طلع الجيش مودي لدولا، دولا نزل الكرة تحت الفتحي وارتكاز من فتحي وتصويبة من فتحي، سجل فتحي نقطتين لمؤمن موسى، دفاع قوي من معتز بشعل، مؤمن موسى ينزل الكرة انسايد تحت للدياستي، ارتكاز من الدياستي ويسجل الدياستي، عدي ملعبه ابراهيم لمؤمن، هنشوف مؤمن على الثلاثية، ينزل الكرة تاني لابراهيم لاحمد سلعاوي، سلعاوي اختراق من سلعاوي ويسجل، سلعاوي اختراق رائع ليتقدم طلاع الجيش 14-11. معتز عكاشة، مؤمن مكرم على الثلاثية، مؤمن يسجل، مؤمن ثلاثية دهشان لابراهيم، ابراهيم بيعدي، ابراهيم بيعدي نما ديفنس مان الزيات، ابراهيم وارتكاز من ابراهيم وتصويب من ابراهيم ويسجل ابراهيم، ارتكاز رائع من ابراهيم هشام لمصطفى مشعل، مصطفى انسايد كده للزيات واسيست رائع من الزيات والدنك لفتحي زكي، لعبه ولا اروع، اسيست من الزيات لفتحي زكي لطلاع الجيش، وابراهيم للمعداوي لابراهيم تاني وفيك من ابراهيم وباصه حلوه من ابراهيم للدهشان بيسجل نقطتين الدهشان، ابراهيم لجابي، جابي اختراق من جابي بصيها للدياستي انما ياخدها في السكه على طول المعداوي ويسجل نقطتين يوسف المعداوي، عاليه من معتز عكاشه تتقطع على طول اسلام علي للمعداوي، المعداوي لجابي الثلاثيه، جابي سجل جابي اول ثلاثيه ليه النهارده، الاربع نقاط في المباراه، المباراه مقفوله من اول الجيم، ومعتز عكاشه على الثلاثيه ويقرب تاني لسكور لفرق نقطة 33-32 دلوقتي، معتز مشعل وستيل من ابراهيم هشام انما ترجع لمعتز عكاشة على الثلاثية، يمكن استعجل دفاع فريق العاب طلاع الجيش، اختراق من ابراهيم، ابراهيم ويسجل ابراهيم نقطتين ويحصل على الاند وان، خطأ شخصي على مودي، سلعاوي لجابي تاني، جابي جابي تصويبة ثلاثية من جابي بس رجليه على اللاين، سكرين من ابو نسمة وسويتش كده الدياستي بياخد معتز وثلاثية من معتز، ينجح معتز عكاشة في تسجيل الثلاثية، مؤمن مكرم على طول، مؤمن يعدي مؤمن لإسلام عكاشة والثلاثية عكاشة يسجل معتز عكاشة، إسلام علي القوسي، القوسي الدياستي لجابريل على الثلاثيه لوحده جابريل ويسجل جابي، يوسف المعداوي لجابي، جابي جابي اختراق من جابي سجل جابي نقطتين، اختراق رائع من جابي محترف طلاع الجيش، اسلام ابو نسمه كان مع جابي انما ما خدش باله مصطفى، معتز عكاشه ثلاثيه ليه معتز عكاشه، اعتقد الثلاثية الرابعة ليه، يوسع الفارق 60-54، معتز ودفاع قوي من طلاع الجيش، يطاح الدياستي لسامي المعداوي والقوسي وفاست بريك ولا اروع من طلاع الجيش، لغاية دلوقتي مش عارفين النهاية هتبقى مع صفارة الحكم احمد سامي، سامي سامي باصة حلوة للقوسي واسيست اروع للدياستي، سجل نقطتين شريف الدياستي، ومز تضيع من معتز، ابراهيم هشام وينقل الكرة على طول للمعداوي ويسجل نقطتين المعداوي،